بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير. أهلا بحضراتكم. موضوع مهم جدا وبيشغل بال الكثيرين، وأنا شخصيا بتلقى اتصالات تليفونية كتيرة قوي بسبب هذا الموضوع اللي بيعتبر مشكلة في بيوت كتيرة جدا في مصر أو في الوطن العربي عموما، مسألة بخل الزوج على زوجته، والزوجة بتقع في مشكلة. هل تسرق من مال زوجها؟ هل تصبر على ذلك؟ هل تطلب من أهلها فلوس يصرفوا عليها؟ هل تشتغل؟ هل تحوش من ورا جوزها؟ مسائل كتيرة جدا بنتسيل فيها كل يوم. علشان كده حبينا نكون معاكم النهاردة علشان نجاوب على كل هذه الأسئلة ونتواصل معاكم. ومعنا النهاردة ضيفة كريمة جدا بنحبها كلنا، الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بنرحب بيها دكتورة سعاد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بخطيب الثورة. الله يخليك يا ستي، ربنا يبارك فيك وفي جهودك وينفع بيك وبعلمك إن شاء الله. دكتورة سعاد، شايفة أن مسألة بخل الزوج في البيوت عامل أزمة فعلية؟ يعني بيجيلك اتصالات كتيرة فعلا. بالظبط. احنا كنا طرحين سؤال بنقول فيه ماذا تفعل الزوجة إذا كان الزوج بخيل؟ تطلب الطلاق ولا تسرق من فلوسه ولا تصبر وتحتسب؟ قبل ما نجاوب على السؤال ده مع حضرتك اللي هطرحه عليكي، هاخده من الفيسبوك تطرحه على حضرتك في اول سؤال، اسمحي لي بس ناخد اتصال تليفوني بالفائز برحله العمره الاسبوعيه معانا على التليفون. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مين؟ الاستاذ محمد صابر. ازاي صحة؟ الحمد لله يا باشا. يا سيدي بنبشرك الف مبروك، كسبت معانا رحله عمره اسبوعيا معانا ان شاء الله هذا الاسبوع. ربنا يبارك فيك يا ربنا يبارك فيك. أستاذ محمد منين؟ من كفر شكر الليبي. كفر شكر الليبي. قرية أسميد، كفر شكر الليبي. يا سيدي أهلا بحضرتك بأهل الليبية كلهم، وبنبارك لك وألف مبروك، وإن شاء الله تزور بقى هناك الأماكن المقدسة وتدعي لمصر وتدعي لنا كلنا. ربنا يبارك فيك ويخليها عمار دايما يا رب، ربنا يخليها دايما عمار. احنا حضرنا ثلاث حروب وبقى الحمد لله بقى حلوين والحمد لله. حضرتك كفيف يا عم محمد. انا كفيف يا باشا. وبعدين طب مين اللي بعت لك الاجابه؟ حضرتك اللي اشتركت ولا اولادك ولا مين؟ بنتي بالصلاه على النبي كده، يعني اجت عملتها وقالت ربنا يكرمك يابا والحمد لله رضا. يا سيدي ربنا يخليها لك، ربنا يخليها لك ويفرحك باولادك كده، وان شاء الله تدعي لهم هناك ويسترهم في حياتك باذن الله. الله يخليك. انا مسطر خمسه الحمد لله، مسطر خمس بنات الحمد لله. الله ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك. اخر واحده كانت في العيد الصغير، اخر واحده كانت في العيد الصغير الحمد لله يا رب الحمد لله. الدكتوره سعاد صالح كمان هتبارك لك، هي معانا النهارده. يا استاذ بقول حاجه، بقول حاجه سيدنا الشيخ والنبي. الله يخليك يا اخي محمد، دي اول مره ان شاء الله تطلع فيها عمره باذن الله. ان شاء الله باذن الله، بطلبها من زمان بس كان عندي خمس بنات الحمد لله. ان شاء الله. يعني الحمد لله. البنات اللي انت ربيتهم دول يعني كل واحده يعني تحسب عند الله سبحانه وتعالى قصر في الجنه. لان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول من كانت عنده بنتا واحده فلم يهنها ولم يؤدها ولم يفضل ولده الذكر عليها كانت له سترا من النار. الحمد لله. فحضرتك ان شاء الله عندك خمس بنات مش بنت واحده، ولذلك يعني كلهم يعني حملوا لك قصر في الجنه ان شاء الله. خمس بنات من ضمنهم بنت مراتي كانت يتيمه والحمد لله برضه سطرتها الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. بس يا ترى حضرتك مين هيسافر مرافق معاك؟ ما هو دي بقى انا بطلب من سيدتكم، انا بطلب من سيدتكم يعني تكرموا لي ان شاء الله يا رب حتى حد يديني المصاريف، هو اي واحد من اللي طالعين معايا ادينا نمسك في ايديه والحمد لله. يعني كان حاضر يا عم محمد. نعم يا شيخ. انا بناشد اداره القناه انها تحاول تحل المشكله، بتوفر لك كمان رحله عمره ان شاء الله لمرافق الله يبارك يكون معاك في العمره الجايه ان شاء الله. الف مبروك يا عم محمد. الله يبارك فيك يا رب. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك يا رب. شكرا جزيلا. شكرا عم محمد. بنفكر حضراتكم بان احنا بنقدم رحله عمره اسبوعيا للفائز من حضراتكم. ما تنسوش تشتركوا معانا على صفحتنا على الفيسبوك، صفحه برنامج ناس وناس. ما تنسوش تشتركوا في المسابقه بتعرض على الشاشه كل يوم تقريبا، بتعرض اكتر من مره. الارقام للتواصل في المسابقه بتعرض على الشاشه وقت اعلان المسابقه. ارقام تليفوناتنا في البرنامج مختلفه عن ارقام المسابقه، لان في ناس بتبعت رسائل للبرنامج وبتفكر ان ده اشتراك في المسابقه، لا، المسابقه ليها ارقام والبرنامج ليه ارقام تانية. بنشكركم شكرا جزيلا. النهارده هينزل السؤال الجديد، يمكنكم ان انتم تشتركوا معانا ان شاء الله. دكتوره سعاد، ماذا تفعل الزوجه اذا كان الزوج بخيل؟ تصبر وتحتسب، تطلب الطلاق، تاخد من فلوسه،
اللي تصرف منه على أولادها بدون علمه. بسم الله الرحمن الرحيم. فعلا زي ما حضرتك قلت في المدخل بتاع الحلقة إن هذه المسألة من أهم أسباب الخلافات الزوجية التي تنتهي في الغالب بكل أسف بالطلاق. وقبل أن نتحدث عن حكم السؤال لابد أن نبين منهج الإسلام في تنظيم العلاقة المالية بين الزوجين داخل الأسرة. صحيح. أولا المرأة لها ذمتها المالية المستقلة كما قرر القرآن الكريم، وأيضا الرجل للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. ثانيا المرأة غير مسؤولة في شريعة الإسلام عن الإنفاق عن نفسها أو عن أبنائها أو عن أسرتها، وإنما المسؤول هو الرجل فقط، لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثالثا من أجل هذا كان الرجل في الإسلام يرث ضعف المرأة، لأنه عليه من الواجبات والمسؤوليات من حيث الإنفاق، وأن المرأة معفاة تماما من هذه المسؤوليات. رابعا لا تملك المرأة أن تتصرف في مال زوجها إلا بإذنه حتى لو كان من أجل الصدقة، كما أيضا الرجل لا يملك أن يتصرف في مال زوجته إلا برضاها، لا بإكراه لا بإجبار لا بقهر كما نرى من بعض الأزواج الآن، ياخد فلوس زوجته المراس بتاعها أو الشقة بتاعتها أو عربيتها ويباعها غصب عنها وما إلى ذلك. بالضبط. إحنا عندنا النص القرآني بالنسبة للمهور في فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. وفي سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتينا فحشهن. ده يعني حدود حدها الله سبحانه وتعالى في تنظيم العلاقة المالية بين الزوجين. ولكن بعد أن خرجت المرأة للعمل الآن وأصبحت تختصم جزء من وقت زوجها في عملها، أو أن الزوج كان محتاجا إلى عمل المرأة، أو أن الزوج كان قادرا ماديا ومستغنى عن عمل المرأة في حالات، فإذا كانت المرأة بتعمل وكان الزوج في حاجة إلى جزء من عملها فإنه يجب عليها أن تساعد زوجها في هذا الجزء. بدليل أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت الرسول عليه الصلاة والسلام إن ابن مسعود فقير وأنا أريد أن أخرج زكاة مالي ولي منه أبناء، فهل أعطيه زكاة مالي؟ قال لها نعم أعطيه ولك الأجرين، أجر الزكاة وأجر أنه هو قريب منك وأنها زوج. طيب نيجي بقى للرجل. الرجل في الأصل مكلف بالإنفاق بشتى أنواع النفقة من كسوة ورزق وسكنة. لما ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة يقول وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والحقيقة أن تعبير القرآن الكريم بلفظ المعروف في أكثر من آية، وخاصة الآيات الخاصة بتنظيم هذه العلاقة، وعاشرون بالمعروف آتيتمهن بالمعروف، بالضبط كله بالمعروف، لأن كلمة المعروف واسعة الدلالة على التغير، تغير الأزمان والأحوال. فالمعروف في عصر الرسول مثلا عليه الصلاة والسلام بالنسبة للإنفاق على المرأة لم يعد الآن هو المعروف في عصرنا، بيتغير العرف حسب العرف وحسب الحال من وقت الوقت. أنا معايا فاصل مهم قوي وهنرجع نكمل مع حضرتك إن شاء الله بإذن فاصل الله. وهنكمل معاكم الحلقة. مسابقة العمرة في برنامج ناس وناس. في أي سنة هجرية فرض الله سبحانه وتعالى صوم رمضان على المسلمين؟ السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة. اتصل على رقم محمول 5959 أو اتصل من أي خط أرضي على 09594 أو SMS على 92237.
ابعت رسالة اكتب فيها رقم الإجابة الصحيحة. من الحاجات الجميلة ان سؤالنا على صفحتنا على الفيسبوك ماذا تفعل اذا الزوجة اذا كان الزوج بخيل، كان فيه ثلاث اختيارات: تصبر وتحتسب، ولا تطلب الطلاق، ولا تسرق من ماله بدون علمه. الإحصائية اللي وردت بتقول 12% منهم قالوا تطلب الطلاق، 63% قالوا تصبر وتحتسب، 25% قالوا تاخد من فلوسه بدون علمه. بلاش جميل تسرق قوي. دي بلاش تسرق، تاخذ من ماله بدون علمه. من ماله بدون علمه. فالحقيقه يعني الاحصائيه جميله ان الغالبيه بتميل للصبر. نكمل مع الدكتوره سعاد. احنا وصلنا لمساله بقى ان الاسلام فرض على الزوج الانفاق على الزوجه بالمعروف، وحضرتك قلت ان كلمه المعروف ديت دلاله مهمه قوي. ان كل زمن وكل وقت ليه معروف غير التاني. بالظبط بالظبط. ومن جهه اخرى بحدود طاقته هو، وحدود وعدم تكليفي فوق الطاقه. لان الايه القرانيه لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. الا ما اتاها. يعني اذا ما تجيش الزوجه وشايفه ان زوجها يعني بيكافح والدخل على القد وتطلب منه اشياء فوق طاقته ثم تقول انه شحيح. لا، احنا عندنا دلوقتي مقاصد الاسلام او الضرورات الخمس في الاسلام ليها درجات، في الضروريات وفي الحاجيات وفي الكماليات. الضروريات التي بتوقف عليها قوام البدن من رزق ودواء وكسوة نعم وطعام ودواء وكده، دي ضروريات. دي هو الملزم بها. إذا كان قادرا يبقى ملزم بالاحتياجات وبالكماليات. يعني دلوقتي يشتري عربية، سيارة، يشتري مثلا نت، يشتري كمبيوتر، تكييف في البيت، قادر. طالما قادر وموسر. لكن غير قادر، البيت هو الأساس. بالزبط. يجيب بيت، يبقى البيت، ومش قادر يجيب بيت 100 متر يجيب 80 متر مثلا يعني. بالظبط. وبعدين حضرتك بيقول أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم طاقتكم قدرتكم ولكن ولا تضارهن لتضيقوا عليهن. يعني برضك شوف الإسلام. طب هنا هيجي في ذهن المشاهد بقى سؤال، ايه هو البخل؟ يعني امتى اقول على الزوج ده انه بخيل؟ لان ممكن زوج يبقى بيصرف على زوجته في الشهر 5000 جنيه وهي بتقول عليه بخيل. هي متعودة على 10 مثلا. ما انا بقول لحضرتك حد البخل بقى ان يكون الزوج قادرا وموسرا، واخد بال حضرتك، ولا يجاري العرف. ايوه. يعني مثلا دلوقتي العرف ان هي مثلا طلبت ان الاولاد يكون عندهم موبايلات زي غيرهم زي زمايلهم، وهو قادر وموسر. يبقى هنا يجيب، لو ما جابش يبقى بخيل. ايوه. الحاله الثانيه بقى هو مقتر جدا جدا في الاحتياجات الاساسيه. زي زوجه ابي سفيان لما راحت تقول للرسول عليه الصلاه والسلام ان ابا سفيان شحيح، رجل شحيح، لا يعطيني ما يكفيني انا وولدي. انا وهي ولادها. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف. بالمعروف. يعني ما تتجاوزيش. يعني محتاجه 50 تاخدي 50. بالظبط. ما تاخديش 1000 بقى وتحوشي من ورا منه وتعيني من ورا منه، تعملي دفتر توفير من ورا منه. والحركات دي. اذا تاخد مش عشان تجيب تعمل الكحك. ومش عشان تجيب الخروف، يعني خلينا مش عشان تروح الكوافير. احنا دلوقتي عندنا فقه الواقع يا شيخ مصر. ان في بعض السيدات بيقلدوا، بعض الزوجات بيقلدوا غيرهم. وغيرهم ده قد يكون قادر. لكن هي زوجها غير قادر ومحدود في قدرته الماليه. فانا ما قلدش حد على حساب ان انا اكلف زوجي فيها طاقته وبعدين بعد كده يحصل انهيار للاسره. يعني اقدر اقول ان انا اخد في الضروريات، في الضروريات مش في الكماليات. لا، في الضروريات. مأكل، مشرب، دواء. يعني بالله عليك انا اخد من اموال زوجي دون علمه عشان خاطر اجيب لابني موبايل ولا اجيب انترنت ولا اجيب بتاع؟ لا. وهو غير قادر. هو غير قادر. لان ابني هيستطيع، احنا نستغنى عن هذه الكلمه. لكن لما يكون مقصر في في الاكل والشرب وهو قادر، يبقى دي ضروريات. مقصر وهو غير قادر يبقى اخد. طيب ناخد من فلوس الزوج اذا كان قادرا وبيتعمد البخل. بالزبط. اللي يكفيني في الضروريات اللي هي مأكل ومشرب ودواء، ومنها طبعا دروس للاطفال، مصاريف الدراسه، مصاريف الباص، الكلام ده ضروريه. طب انا معايا ام مريم من القاهره بقالها شويه على التليفون. طب ماشي ام مريم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن بس أسأل دكتورة سعيد على حاجة؟ اتفضلي يا أم مريم تحت أمرك. دكتورة سعيد أنا دلوقتي متزوجة بقالي تقريبا سنة ونص وعندي بنت. أنت إيه؟ متزوجة من سنة ونص وعندها بنت. وعندي بنت. أيوه علي صوتك حبيبتي. وهو زوجي كان مقصر يعني دخله كويس بس هو بيبخل شوية على البيت وأنا عمري ما طلبت منه حاجة. بيدخل شوية على البيت إزاي يا أم مريم؟ يعني عشان هو مش معانا دلوقتي إحنا مش عايزين نظلمه. لا يعني ايه بيبخل شويه عن البيت فسري لي. يعني انا من يوم ما اتجوزنا ما جابليش حاجه خالص. ما بيصرفش حاجه خالص على البيت؟ ما جابليش اي كسوه اي حاجه خالص ليا. والاكل والشرب والحاجات دي مين اللي بيصرف عليه؟ الشرب موجود في حدود. الاكل والشرب والحاجات دي يا ام مريم بتيجي منين؟ موجودين في حدود هو ده اللي بيصرف. في حدود. حدود يعني على قد كفايه؟ مش في حدود ما يكفيكي؟ ما يكفيني طبعا. طب ايه بقى؟ طب ايه اللي هو مأثر فيه واللي انت شايفه انه ضروري بالنسبه لك؟ هو جاي دلوقتي بيقول لي انا حاسس ان انا ما بحبكيش وعلشان كده كمان انا مش قادر استحمل مصاريف البيت فانا عايزه اطلقك. ايه ده؟ ده الموضوع دخل في حب. الموضوع بقى دخل في عناد. لا احنا خلينا في البخل دلوقتي. ما هو البخل. هل في ضروره انت شايفه ان هي ناقصه في البيت قلت له عليها قال لك لا؟ لا. طيب يبقى انت كده السؤال بتاعك الكره الطارئ ده حاجه وعمليه ان هو يعني بيحرمك من حق من واجباته الماليه او الماديه حاجه تانية. بس هي برضه هنتكلم معاها في حته ايه او مع الزوج بقى ان الواحد لم يكره زوجته اذا ابغضها لم يظلمها طبعاً. هنتكلم في دي بس انا معايا غاده من القاهره. اختي غاده السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. اكلم اسال دكتور برضو. اتفضلي اتفضلي. يعني هو بيصرف يا دكتور وكل حاجه بس لازم يعايرك كل شويه انا بعمل وللناس كلها. بيعايرك هم ولا ايه بالظبط؟ بيعايرك. يعني يقول لك انا بجيب انا بعمل انا بسوي. قولي له كتر خيرك وربنا يخليك لنا وربنا ما يحرمناش منك. هو ليه صحيح يا دكتوره سعاد؟ هو ليه ممكن يعني ليه هي ما تقولوش يعني الشيء اللي اذا كان بيحب الثناء زي ما سيادتك قلت بيحب الثناء او ما يمكن برضه ما يمكن يا مدام غاده انت مقصره معاه في حته ايه؟ لا ان انت دايما محساه ان انت ما بيجيبش حاجه ما بتعملش حاجه وانت زيك زي غيرك وغير ويختلف عن غيره. ده بيبقى في مشكله يعني يقول لك الناس كلها الستات بيصرفوا على جوازتهم انا اللي بصرف على مراتي. يعني محسس ان هو فريد من نوعه يعني فاهم حضرتك. انت موظفه؟ لا لا. يعني 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 كده امام الله سبحانه وتعالى زوجك. انا عايزه اعرف ده حرام ولا حلال ان حد يعير حد بالكلام ده؟ زوجك ايه؟ زوجك يعني بيقصر ولا غير بيمن عليكي؟ لكن هو بيمن عليكي من باب اكيد ايه؟ بس خلينا كده احنا ستات زي بعض يا اسمك غدا اسمها؟ غدا. بيمن عليكي ها؟ من غير ما انت تقولي له ان فلانه وعلانه وعلانه؟ يعني يبقى مرفوض. ما انت كمان انت اللي بتفتحي باب المن. معايا حبيبتي؟ يعني دكتوره سعاد تقول لك هل انت بتقولي له انا فلانه جالها وانا ما جاليش فبيضطر هو يقول لك لا ما انا جبت لك وعملت لك وسويت لك؟ لا هو بيجيب من نفسه. من نفسه بس بيمن عليكي برضه من نفسه. بس يقول بقى كل اقرب مشكله اقرب خناقه يقول. والله يا دكتوره سعاد برضه ما ينفعش. هو يمن من غير اسباب طبعا ما ينفعش. لان هو دلوقتي بيقوم بواجباته التي اوجبها الله سبحانه وتعالى عليه وبيدي زياده كمان عن الواجبات. بس في ملحوظه هنا في ملحوظه صحيح. هي مدام غاده. ايوه. انت بتقولي بيمن عليك لما بيحصل مشكله. لا لما يحصل مشكله يقول يقعد يقول انا بجيبها. طب يعني طب لو ما فيش مشاكل ما يقولش. لا عادي ما يقولش. ده اللي انا بقوله. المشكله بتبقى ايه بقى؟ تبقى هي مثلا يا سيدي شوف فلان جابه يا سيدي ما فيش مانع انك انت العشيره. اي بالظبط. شوف الحديث بيقول ايه الدكتور الشيخ مظهر فكرني بيه. نار الفرن العشير تحسن اليهن الظهر كله. خلي بالك ده كلام رب الرسول. ثم اذا اسات اليها مره قالت ما رايت منك خيرا قط. يوم يضطر هو يقول لك لا استني لا يا ستي ده انا بعمل وبعمل وبعمل وبعمل. صح يا ام غاده وعلى كل يا بنتي. انا بنصحك كأم قبل ما اكون داعيه بقول لك يا حبيبتي ما تخليش البيت يتاثر بسبب ماديات تافهه. هو اللي بيحوش. نفرض ان هو بيحوش هيحوش لمين بعد عمر طويل؟ مين اللي هيورثه؟ انت وولادك واخده بالك؟ مش هيدي محدش بره هيورثه. فعايزين ما نخليش يا جماعه الماده تكون سبب للمعايره وللمن وللخلافات بين الزوجين. بس انا هقول لك على حاجه دكتوره سعاد. احنا حضرتك صريحه قوي النهارده وانا بحب صراحتك من زمان قوي يعني.
احنا كرجاله برضو بنضطر ساعات نفكر زوجاتنا باللي احنا بنعمله في الوقت اللي بنلاقيهم فيه احنا تعبانين وعاملين اللي علينا وشقيانين، وهم ولا كانك عملت حاجه ولا انت من يوم ما اتجوزتك ما شفتش منك يوم حلو. اقول لها استني بقى بالزبط. ما انا كنت اول امبارح مع عم فسحك وجايب لك كذا الشهر اللي قبله جايب، مش من باب المن، من باب الدفاع، من باب دفع التهمه. دفع التهمه عني ان انا متهم باني مقصر. يا اختي غاده، انا اكره ان حد يعايرك ويمن عليكي، واكره في نفس الوقت ان انت تكوني سبب دايما في هذا، تبقي سبب في كده، او دايما محسسه جوزك انه ما بيعملش حاجه. لا، خليه لو عمل حاجه صغيره قوي انت كبرها له عشان يعمل اكتر واكتر. يا جماعه ده انتوا لو تفهموا الدور الذي يجب ان تقوم به الزوجه في بيتها لهذا الزوج الكادح الذي يشقى اللي تسكنوا اليها. تسكنوا اليها. انا معايا فاصل ماشي، وهنرجع تاني ناخد صلاه المشاهدين. تواصلوا معانا على الفيسبوك برنامج ناس وناس، صفحة برنامج ناس وناس، ومعاكم دلوقتي حالا على اتصالات تليفونية ندردش مع بعض ونتناقش مع بعض بعد الفاصل. مسابقة العمرة في برنامج ناس وناس. في أي سنة هجرية فرض الله سبحانه وتعالى صوم رمضان على المسلمين؟ السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة. اتصل على رقم محمول 5959 أو اتصل من أي خط أرضي على 09594 أو SMS على 92237. ابعت رسالة اكتب فيها رقم الإجابة الصحيحة. ما تنسوش حضراتكم صفحتنا على الفيسبوك، صفحة برنامج ناس وناس. ما تنسوش برضو ان المسابقة ليها ارقام خاصة بيها، مسابقة العمرة للفوز برحلة عمرة اسبوعين ان شاء الله. ممكن تتواصلوا مع المسابقة كل يوم، بتعرض كل يوم على الشاشة امام حضراتكم. بنتكلم النهاردة عن بخل الزوج، وهبدأ بسؤال مهم اول دكتورة سعاد صالح. دكتورة سعاد، الزوجة اللي جوزها بخيل، وانا عارف تماما ان هذه الزوجة زوجها لا ينفق عليها وعندها اولاد وكذا وكذا، هل ممكن اطلع جزء من زكاة مالي ليها؟ لا، ما ينفعش، لان اصلا الزوج ملزم بالنفقه. حتى ما بطلعش لابويا ولا لامي، لان هو انا ملزم بيهم. حضرتك عارف لا زكاه بين الاصول والفروع ولا بين الفروع ولا الاصول. تمام. فاصلا ان هو الملزم بيها، فلما يطلع زكاه لها يبقى هو كده بيريح نفسه، يبقى بيساعد نفسه. لا، انا ما بقولش الزوج، انا بقول واحد الزوج غريب. بخيل، واحد انا غريب. عارف ان بنت خالتي واحد غريب بخيل. مش الزوج. لا، واحد غريب ممكن طبعا. على اساس ايه؟ على اساس اني بساعد على ان البيت يستمر، لان درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. انا هنا بدرأ مفسده المشاكل اللي هتحصل، وقد يكون هذا الزوج الشحيح عصبي ولا يطيق ولا يشعر ببخلي فيطلق الزوجه. ما ممكن في مفسده هنا، ما ممكن الزوج لم يعرف ان مراته خدت فلوس من فلان الفلاني حتى تحت بند الزكاه، يقول لها ايه اللي خدت فلوس منه ليه؟ هو تعرف ايه بينه وبينه؟ مشكله. لا لا، مش مشكله. ليه؟ اذا كان الرسول اباح للزوجه ان تاخذ من مال زوجها دون علمه بالنسبه لزوجه هند بنت ابو سفيان. طيب لا، بالعكس. حتى لو قال لها، قالت له انا كده خدت فلوس عشان انت طيب. انا معايا سؤال ثاني، بس معايا التليفون من الاستاذه منال. اختي منال، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير. عاد الله عليكم الايام بخير ان شاء الله يا رب. بالنسبه لاستفتاء الحاله، لا، اولا عاوز اقول ان انا هختار الاختيار الثاني اللي هو الصبر من اجل الاولاد. بالنسبه لموضوع الحلقه، انا كنت عاوز اتكلم على موضوع المهور. المهور، انت عارف حضرتك ان المهر قرر في الاسلام عشان الزوجه يكون ليها يعني مساحه ماليه تتصرف من خلالها. ايوه. فانا كنت عملت بحث من خلال عملي عن موضوع المهور ده، واكتشفت فيه حاجتين. في الاماكن اللي هي ما فيهاش نسبه تعليم عاليه، الاب بياخد المهر بتاع البنت. وبعدين في المدن زي عندنا المهر بيتكتب كمؤخر، يقول لك تاخديه لما الزوج يموت او تطلقي. واحيانا بيبقى موسر وعنده قدره ان يديك المهر، بس يقول لك لا، ده انا كاتبه لك مؤخر، يعني تاخديه في اقرب الاجلين، يا الموت يا الطلاق. بعدين المهر بيتكتب كقيمه ورقيه، يعني مثلا 50,000 25,000، بعد 10 20 سنه تبص تلاقي المبلغ ده ملوش قيمه. يعني والدتي كان مهرها 500 جنيه، كانوا يشتروا فدان اياميها. دلوقتي ما ولا ليهم لاي لازمه.
فأنا ابتديت في البحث الفكرة بسيطة، لأن الموضوع ده فعلا يعني عامل مشكلة يعني ضمن الناس. أنا عرفت ناس كتير موضوع المهر، يعني لو الواحد معه مهره ممكن على الأقل يصرف نفسه. طيب يعني طيب نفس أنا فهمنا الفكرة. على فكرة يعني المهور، حلقة المهور دي كان لها معايا موضوع تاني خالص مستقل، انا اتمنى اني احاول اجاوب عليكي لو لقينا وقت ان شاء الله، لكن انا عامل حلقه خاصه جدا بالمهوره دكتوره سعاد. معايا تليفون. السلام عليكم. الدكتوره منار عامل ايه؟ دكتوره منار. الدكتوره نبيله السعدي. مع دكتوره نبيله، اهلا وسهلا. ايه اضطرابات التواصل؟ ازيك يا دكتور منار؟ ازيك يا صح دكتوره نبيله، عامله ايه؟ دكتوره سعاد عاملين ايه؟ أهل الحمد لله تمام. كل سنه وانتم طيبين. من طيبة يا حبيبتي. انا ليا مداخله بسيطه كده، يعني الاب البخيل ده بالنسبه لاولاده بيبقى قدوه سيئه على الاخر، وبيبقى محك خلافات جامده قوي قوي في البيت، وكلنا طبعا متهيالي قرينا الجرايد بتاع امبارح عن الحادثة اللي الولد قتل اخوه بسبب ان اخوه كان بيدافع عن امه لما ابوه يعني كان بيضرب امه بسبب ان هي بتطلب منه زيادة في مصروف البيت، عشان مصروف البيت مش مقضيها، مصاريف اكل وشرب الاولاد مش مقضيها. فكانت النتائج والعواقب لبخل الاب يعني ان الاخوات اخ قتل بعضه، يعني كاني منظر او لقطه كده من هابيل وقابيل. بس كانت طبعا اكيد حاجه توجع القلب. فاني الام تبقى مثلا في قلب البيت والزوج يبقى بخيل، وان هي مش عارفه تتصرف معاه باي حيله ولا عارفه تكيف الامور بالنسبه لبيتها، ممكن يوصل يعني انا مش عايزه اقول يعني ابغض الحلال على اساس ان هي تربي اولادها تربيه يعني سويه، لكن تحاول بقدر الامكان يعني تشوف حل ومخرج بحيث ان ما تكونش المشاكل بسبب بخل الاب قدام الاولاد، وطبعا الانطباعات السيئه اللي بتحصل والترسبات النفسيه طبعا اللي بتحصل. يعني راي حضرتك ان هي ما تطلبش الطلاق؟ بصي لو الامر اتفحل معاها خالص يعني بصي هي ممكن أبخد. تاخد هي ممكن لو هي ست ذكيه ممكن تاخد يعني من جيبه اللي يقضي المصاريف الاكل والشرب والحاجات الضروريه. طيب ما ده اللي احنا بنقوله. والرسول قال يعني كده. دكتوره نبيله، بس انت قلتي ان اللي انا فهمته من كلام حضرتك دكتوره نبيله ان هي ممكن تطلب الطلاق اذا كان ده هيحمي ولادها انهم يتعلموا او يتربوا تربيه سيئه. ان يوصلوا للحل يا دكتور، ان هم يوصلوا للحل بتاع الحادثه اللي احنا قريناها في الجورنال اللي يعني هي الاستمرار اللي هيؤدي في النهايه الى ان الاخ يقتل اخوه. ده مرفوض. لا الامر هيوصل لكده. لا احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين بنيان اسلامي قوي متين، اطفال اصحاء نفسيا. فلو الام مش هتعرف ان هي عندها يعني الذكاء والحنقه اللي هي تخليها ان هي تتعامل في مواقف زي دي صعبه، لا نقول لها لا يعني انت انجي بذلك، يعني انجب ولادك، وان الحال ما يوصلش بيكي زي الحادثه اللي احنا قريناها في البرنامج. بشكرك دكتوره نبيله، بشكرك. هي بس قد يكون الام ليس لها مصدر، هي بتحمل الام المسؤوليه. بس هو ده الرد بتاع حضرتك المظبوط فعلا. لان الـ الام ساعات بيبقى ما بيدي حيله. يعني انا عندي ولدين او بنت او ولد وبنت واب بخيل. لو سبت البخيل وطلقت منه وقعدت انا ولادي في الشارع هيموتوا اكتر من الجوع، وهتتعرض هي للفتنه اكتر وهيشردوا اكتر. فبيبقى خيار صعب جدا دكتوره. خيار صعب. معايا الدكتوره منار. السلام عليكم دكتوره منار. عليكم. اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك طيب، وحضرتك بتمثل الوجه الازهري المستنير. اشكرك. والدكتوره سعاد بتمثل الوجه المستنير للمراه المسلمه وبالتقدير للسيده نفيسه. اشكرك. رضي الله عنها، نفيسه العلم. الله يكرمك يا ستي، جزاك الله خير. معلش انا في سؤالين عايز اسال حضرتك. اتفضلي. أسأل سعاد. اتفضلي. اول حاجه حضرتك، ايه حكم الشرع في زوج يبقى معاه فلوس وما يرضاش يصرف على زوجته ولا على علاج زوجته؟ يعني مثلا يقول لها ايه، عايزه مثلا تعمل عمليه، يقول لها انا ما ادفعلكيش، انا معايا فلوس بس الفلوس دي بتاعتي انا، عشان لو انا احتجتها انت خدي من ولادك. دي حاجه. الحاجه الثانيه، حضرتك حكم الزوج البخيل عاطفيا، البخيل في المشاعر. يعني حضرتك عارف ان مثلا يعني الزوجه بتحتاج كلمه حلوه، تحتاج مثلا في عيد ميلادها، حتى مش لازم تكون هديه قيمه ولا هديه كبيره، ولا لو ورده، لو مثلا بسها الصبح كده في جبنه وقال لها كل سنه وانت طيبه، دي كفايه. لكن في هو لو بخيل ماديا وكريم في المشاعر ممكن يعالج المساله. ايوه والله والله. فعلا كلمه حلوه بتطيب الامور، يعني بتجب كل شيء. لكن ممكن يكون اللي بيحتاجه البيت بيجيبه بالظبط، لكن المشاعر يعني ايه زي ما تقول حضرتك في ايده شويه. طب انا اسمحي لي ادردش معاكي شويه كده بعد اذن دكتوره سعاد. يعني اتفضل. لو هو كريم جدا ماديا
لكن بخيل معنويا، دي صورة. والصورة التانية بخيل ماديا وكريم معنويا، الزوجة تكون مرتاحة مع أنهي فيهم أكتر؟ هو حضرتك لا يمكن أبدا البخل والكرم يجتمعوا مع بعض. لا يمكن بخيل ماديا لكن كريم في المشاعر. إزاي يعني؟ مثلا حضرتك كريم في المشاعر معناها أن مثلا يوم عيد ميلادها هيجيب لها هدية، فيبقى هو كده مش بخيل. لا حضرتك انا عايز انهي صوره في دول، يعني اتكلمي عن نفسك انت، يعني حضرتك تفضلي انهي صوره، تعيشي مع زوج كريم معنويا بخيل ماديا، ولا كريم ماديا بخيل معنويا؟ ايهما تفضلين؟ لا هو ما يبقى كريم ماديا ما ينفعش يبقى كريم في المشاعر حضرتك. انا يعني انا هفضل الكريم ماديا. ليه؟ لان هو ماديا هيبقى هيجيب لي كل اللي انا عايزاه، فمش هيبقى بخيل في المشاعر. يعني مثلا بس في كده يا دكتوره منار، في ناس بالفعل مكفي بيته وزياده لكن مش ملتفت تماما للمشاعر. لا بس في مشاعر يا ما هو حضرتك المشاعر دي انواع. طب خليكي معانا الدكتوره سعاد. لحظه يا دكتوره منار، في مشاعر لا يعبر عنها بالمال، يعبر عنها بالاحساس الذي لا يترجم الى قول او فعل، لكن بيبقى احساس. الدفء. الدفء، برافو عليك. الدفء، الرعايه، او الاحتواء. الاحتواء، ماشي، هو ده الجميل، هو ده المعاشرهن بالمعروف. هو ده اللي احنا ولا تنسوا الفضل. يعني اذا ما ينفعش واحده الاثنين ناقصهم حاجه. يعني الكريم ماديا ومعنويا مقصر، ده برضه ناقصه حاجه مهمه يعني. في راجل بيبقى عملي جدا، عملي جدا في مشاعره، لكن بيقدم لزوجته كل ما تحتاجه ماديا. ولما تيجي تقول له طب اسمع منك كلمه حب مثلا، يقول لها انا كلمه الحب بتاعتي فعل. هي انت ناقصك حاجه؟ مثلا ناقصك حاجه؟ هي برضه بس طبعا احنا يعني مش بالدفء الكافي المعنوي بقى. والتانيه برضه اللي عندها دفء معنوي كافي ناقصها فلوس، برضه مش حاسه بالدفء المادي الكافي. طبعا لان ده هيأثر على الفلوس. شوفي ربنا سبحانه وتعالى لخصها، بيعمل توازن. وعاشروهن، العشره بقى عشره ماديه وعشره معنويه ده عشره امتزاج. ومعايا هنشوف بس المسابقه بتاعتنا ونرجع تاني معاكم سريعا. مسابقه العمره في برنامج ناس وناس. في اي سنه هجريه فرض الله سبحانه وتعالى صوم رمضان على المسلمين؟ السنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة. اتصل على رقم محمول 5959 أو اتصل من أي خط أرضي على 09594 أو SMS على 92237. ابعت رسالة اكتب فيها رقم الإجابة الصحيحة. دكتوره منار قالت حاجه ازعجتني. يعني انا طول الحلقه بتكلم انا الدكتوره سعاد على البخل اللي هو الايه المادي. واحد عايز تاكل وتشرب وتلبس وبتاع الضرورات. الضرورات. ففجاه كده حطت قدامي صوره ازعجتني شخصيا قوي. صوره الزوج بقى البخيل على علاج زوجته. الزوجه انا متخيل زوجه جعانه ممكن تصبر، او اخوها يديها سندوتش، او يبعت لها طعام مثلا، او ابوها يبعت لها فلوس. لكن العلاج. دكتوره سعاد، انا متذكر حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع، واوصيكم بالنساء خيرا، فانما اخذتموهن بامانه الله. واستحللتم فروجهن بكلمة الله. السؤال اللي ممكن يزعج البعض، الزوج الذي لا ينفق على علاج زوجته، والعلاج طبعا هو ضروري في الضرورات، يعني هو قوام هل البدن. يعتبر خاين للأمانة؟ طبعا أولا يعتبر خاين للأمانة، لكن حضرتك في بعض الفقهاء فرقوا بين نفقته لعلاج الزوجة وهي في بيت أبيها قبل ما تنتقل إلى بيته، وبين علاج الزوجة إذا انتقلت إلى بيته وهي في بيته. يعني إيه؟ في بيته. قالوا إيه في بيته؟ قالوا في بيته. واخد بال حضرتك؟ برضك اختلفوا، قال لك إن الأصل، وكل أسف، الأصل في الزواج الاستمتاع بالزوجة. يعني فالمريضة دي، المريضة دي يعني مش هتدي له هذا الحق، وبالتالي بجد يعني أنا بتألم جدا. ده كلام في الفقه؟ أيوة. يعني الزوج اللي متجوز واحدة مريضة فقدت كده صلاحيتها كزوجة؟ يرميها بقى ولا يعمل فيها إيه؟ مش واجب عليه العلاج إلا من باب إيه؟ الإحسان. لا. والعشر
وليس من باب الوجوب. مع احترامي لكل الفقهاء طبعا أنا طبعا منزعج ما بقول لحضرتك يعني دي عمليه فعلا. يعني نفسيه جدا بتخلي المراه دي يعني مجرد كده اله، اذا الاله ديت حصل فيها عطبه او عطله خلاص اركنها واجيب غيرها. ده الكلام ده لو اتقال وانتشر بين الناس عارفه لا ما بقول لحضرتك اي أنا واحد عنده واحده مريضه النهارده هيقول لها مش انت مش مسؤوله مني انا انت ما انت انا مسؤول عنك وانت سليمه. بينما الزوجه لما زوجها بيمرض بقى بيبقى موقفها ايه؟ تتمنى ان ينتقل المرض اليها وبتخدمه. وفي ازواج كده وفي ازواج كده لكن انا بقول لك بعض الازواج اللي هم بيمتازوا بالبخل او اللي هم للاسف الشديد عندهم تفكير ان الزواج ده عقد تملك وليس عقد تبادل. ده يا ريت يبقى تملك، ده بقى متعه، ده عقد متعه. يعني انا متزوج استمتع بيكي، فاذا فقدت صلاحيتك كممتعه ليا انا ارميكي. ودول نسيوا بقى قول الله تعالى في تصوير العلاقه الزوجيه تصويرا جميلا هن لباس لكم وانتم لباس وانتم لباس لهن. احنا مش فاهمين حاجه خالص. لا انا معايا استاذ سعيد. استاذ سعيد. استاذ سعيد السلام عليكم. اهلا بركاته. ايوه يا دكتور. ازاي صح يا استاذ سعيد؟ ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك. لو سمحت انا عايز اسال الدكتور سؤال. اتفضل. اتفضل يا فندم. سعادتك فيه زوجه معاها عيلين، زوجه طردها دلوقتي بقى لها اكتر من سنه وما بيصرفش عليها وما بيبعتلهاش ولا مليم. الزوج الزوج ما بيصرفش؟ ما بيبعتلهاش ولا مليم. انت والد الزوجه يا استاذ سعيد؟ ولا بيزورها ولا اي حاجه خالص. لا انت هي بنتك؟ وفي طلاق يا استاذ سعيد؟ لا مفيش طلاق ولا حاجه. امال هي قاعده عندك؟ قاعده عندي غضبانه، قاعده عندي ومش عشان تاكل عندك يعني؟ ايوه هو طبعا عندي. لا هو في علاقه بينهم لكنه بخيل ولا العلاقه منقطعه وهي في حكم غضبانه؟ انا بتكلم على موقف الشرع ايه في الفتره اللي هي موجوده فيها عندي دي. لا يدفع ملزم. ملزم اذا كانت ناشزه يا دكتوره انا برضه لازم نعرف سبب. يعني هي عندك نتيجه خلافات ولا نتيجه ايه يعني؟ نتيجه خلافات. طيب المفروض انها لا تترك بيتها. لازم نعرف الاول يا استاذ سعيد مع احترام لحضرتك نعرف اسباب الخلاف من اللي غلطان عشان نعرف نقول. لا الغلطان انا 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 بقول شهاده لله الغلطان هو. اذا كان هو الغلطان على حسب كلام حضرتك يبقى هو ملزم بالنفقه عليها وبالتالي هو مقصر في عدم الانفاق عليها فهو اثم. طيب. بس انا الحقيقه يا استاذ سعيد يعني نصيحه ان انا لست من المتحمسات ابدا لان المراه تترك بيتها لاي سبب من الاسباب. لان ترك البيت بيعمق فيه اصابات كبيره بيعمق الخلاف. نعم. وبعدين بتبعد عنه حتى ربنا يقول لك لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. أنا ساكت يعني بدا في بيتها حتى في المضاجع دلوقتي بقالي سنه. نعم. ساكت بقالي سنه وهو ما بيسالش ما انتوا ريحتوه ما هي كانت المفروض تفضل في بيتها. نعم كان المفروض تفضل في بيتها وانتوا ساعدوها وهي في بيتها. كان هيموتها يا دكتور. ده الخلافات وصلت بينهم بقى لدرجه وحشه. ايوه يعني. ايوه لا هذا الزوج اثم وعاصي وفاسق. اذا كان هو وفاسق. اذا كان هو المخطئ اذا كان طبعا اذا كان هو امتنع عن الانفاق وكان هو السبب في هذه الخلافات يعني شرعا انا اطلب منه المصاريف اللي صرفتها ويا حبيبي. طبعا من حقك من حقك. تكمله السؤال لو سمحت. اتفضل يا حبيبي. دلوقتي هو لو كان بعت طلب الطلاق وبيقول اخذ العزال بتاعي هل من حقه؟ العزال ملك الزوجه. الزوجه والاولاد. والشقه ملك الزوجه. ولو كانت بالايجار هي دلوقتي حاضنه. ايوه. فهيجب ان تجلس في شقتها مع اولادها. لا انا مش عايز منه شقق. أنا بتكلم في العزال. لا العزال ملكها مش عاملة قائمة أثاث؟ عندي خلاص ده جزء من المهر. خلاص فالمهر يعني العزال ده بدل المهر بس طالما هي ما خدتش مهر يبقى ده من حقها. بس برضه حابب نأكد يا أستاذ سعيد وإحنا طبعا بنشكرك على الاتصال جدا. إذا كانت البنت بقى هي الغلطانة فهي في حكم الناشز طبعا وبالتالي النفقة مش واجبة على الزوج إذا كانت الزوجة ناشز. صح والله برضك أنا مش مع ده لإن يعني حضرتك يعني مش واجبة على الزوج إذا كانت الزوجة ناشزة، طب تتسول. يعني زوجة يعني ناشزة يعني زوجة تسيب جوزها وتروح تقعد عند أبوها. ما أنا عندي التأديب بتاعها ومطلوب منه إن هو يصرف عليها وهي عند أبوها كمان وسايباها. أنا عندي منهج التأديب، منهج التأديب أنا أستعمله وهي في بيتي. يا ست ما هي خرجت وراحت روحت عند باباها، أنا ملزم أصرف عليها إذا سابتني وراحت كان عند باباها. لا أنا بفترض ان هو ان هي الغلطانه في صوره ثانيه. لا طبعا هو النفقه عند الفقهاء في مقابل الاحتباس بس كده انما سابته وراحت عند ابوها مش مطلوب. طبعا. طيب استاذه شهيره السلام عليكم. السلام عليكم.
اهلا وسهلا. ازاي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. ممكن اسال سؤال؟ اتفضلي معاكي. انا الام لما هي تبقى بخيله، الاب بيصرف كل حاجه. علوا صوت شويه، علوا صوت شويه يا جماعه. الام بخيله، الام هي اللي بخيله، يعني الام هي اللي معاها المصروف مثلا او حاجه، بتبخل جدا على اولادها. يعني هو بيبقى عايز يدينا وعايز مثلا يبعت لي فلوس هي تمنحها. معاها المصروف. يعني معاها المعاش بتاعه ومتحكمه فيه. وبتدخر بقى، بتدخر جزء من المعاش؟ ايه؟ بتدخر من فلوسه؟ ده كله، هي معاها توكيل. طب هو عايش ولا ميت؟ بتحوش منه. لا هو عايش ولا ميت؟ بتدخل. لا موجود. موجود. وهو سايبها كده يعني؟ عايز بيحب، هو بيحب يساعدنا يديني، وانا ارمله. هو بيحب يساعدني، وهي منعه ده، مش عايزه ده. حضرتك اخته؟ انا بنته. بنته؟ ووالدة حضرتك اللي منعه ولا هي زوجة اب؟ لا دي والدتي انا. يا نهار ابيض. بشكرك يا استاذه الشهيره، دي صوره جديده خالص. صوره جديده. الزوجه بخيله على بنتها وعلى جوزها اللي هي بتاخد اصلا معاش وتصرف منه. ليس من طيب. حقها. خليك فاكره السؤال ده. عشان معايا امام من القاهره. ماشي. استاذ ايمان. السلام عليكم. عليكم السلام. طب انا لو الزوج ما بيصرفش على اولاده وعلاجهم حتى، وهو بيروح يصرف على نفسه دكاتره لشعره ومش عارف ايه ب 500 جنيه مثلا، دكتور وعلاج وحاجات كده هايفه وسجاير غاليه، وما بيصرفش على علاج اطفاله. ده بيعمل عمليات تجميل ولا ايه؟ الحاجات بتاعت الشعر والحاجات اللي هي بتطلع الشعر والحاجات دي. يا حلاوتك يا رايق. يعني حاجات فوق الكماليات يعني. ده رايق خالص ده. وسايب عياله من غير علاج، من غير حاجه خالص؟ ما بيوديهمش الدكتور، وهو كل اللي بيعمله يروح بروشته قديمه من سنتين ثلاثه يجيب لهم علاج. روشته مستعمله مره واثنين ثلاثه. يا قلبك. يا قلبك الجامد. مش عايز اقول القاسي يعني. من طب وانت بتتصرفي ازاي يا اسمها ايه؟ يا استاذه ايمان. حضرتك بتتصرفي ازاي بقى مع هذا الزوج؟ بضطر اخد من ورا جزء. ايوه. وهو ما بيحسش ان خدت من ورا حاجه؟ على الاقل يعني عشان لما الاطفال يبقى في عيد او حاجه زي كده اجيب لهم لبس العيد، لانه ما بيجيب لهمش لبس عيد. طب وهو لو شاف لبس العيد وقال لك اللبس ده منين؟ هتقولي له ايه؟ لا هو بيديني مصروف بيت، بس مصروف بيت ما بيكفيش. ما بيكفيش ان انا اجيب لبس عيد، وطبعا عايز ياكل لحمه وفراخ ومش عارف ايه، انا بديكي مصروف بيت. طب بتديني مصروف بيت ما بيكفيش اللحمه والفراخ اللي انت عايزها كل يوم والتاني، وما بيكفيش مصروف علاج الاطفال، وما بيكفيش. طب بصي يا حبيبتي، المصروف خليكي معايا، المصروف ما بيكفيش، وانت بتاخدي جزء وبتشتري لاولادك عشان تكفيهم بطلباتهم. عظيم. انا بس بسال سؤال، هو لو سألك أو لقى الأولاد ما شاء الله لابسين حاجات جديدة وكلام من ده، وسألك وقال لك الفلوس دي منين؟ ما بيسألش. كفاية إن أنتِ مريحة. ربنا بيسترها معاكي. ربنا يكرمك، ربنا يكرمك يا إيمان. ربنا بيسترها معاكي يا بنتي والله، لأنه لو سأل هتبقى مشكلة كبيرة يا حبيبتي. طيب أنا معايا أستاذة شيماء. أستاذة شيماء. السلام عليكم. يا أستاذة شيماء. نرجع لصوره الام. الام هي الام لو خدت المعاش بتوكيل من الزوج، هل انتقلت اليها لا مسؤوليه النفقه هنا؟ لا لا لا، هو حضرتك عارف ان الوكاله بـ بـ بتلغي الحق؟ لا لا، يعني انا لما وكل حد يشيل العربيه وجيت اشتريت انا العربيه بنفسي، يبقى هذا العقد باطل؟ لا طبعا، الوكالة هي. بس مين يتسأل هنا؟ عندي وكيل وعندي موكل. الموكل هو الأصل. الموكل هو الأصل، وممكن يعني في أي وقت يلغي الوكالة ويبقى هو اللي يقبض المعاش. بس أنا شايفة بكل أسف إن الأم دي شخصيتها مستبدة وشخصيتها مسيطرة على الرجل، ولا سيما أنه بعد المعاش. يعني أي رجل بعد المعاش زي ما تقول بتنكسر نفسه. بكل أسف. لو الست دي ما عندهاش أصل، فهو بقى المفروض يلغي هذه الوكاله، وهو يعطي لبناتي ما يريدون. صحيح. هو المسؤول بالوكاله، هو المسؤول طبعا. هم. طبعا. دكتوره سعاد بشكرك شكرا جزيلا على التواصل معانا النهارده في الحلقه، وعلى الاجابات العمليه الواقعيه. ونلتقي على خير دايما ان شاء الله. بشكركم على التواصل، ما تنسوش تتواصلوا معانا على صفحتنا على الفيسبوك، صفحه برنامج ناس وناس، تتواصلوا برضه بالمسابقه بتاعتنا، مسابقه برنامج ناس وناس للفوز برحله عمره اسبوعيا. الارقام بتظهر على الشاشه وقت اذاعه المسابقه. اشوفكم ان شاء الله بكره الجمعه على خير. اسيبكم في حفظ الله، مع السلامه. السلام عليكم.